Bonjour les amis, vu que Lyon a la réouverture des salles de sport, je vais présenter les commandes pré-workout booster. Je fais les vitamines ZEF, les acides aminos, pré-workout naturel, alors let's go. دونك هنا عندنا الباربه الباربه هي محفز ومنشط للدماغ اي ديكو غادي يكون عندنا واحد الكونسونطراسيون عالي في التمرين زائد انها كتحمي من لي كورباتور عاد انها كتوفر على العديد من الاملاح المعدنيه ولي زاسيد امينو ولي فيتامين اللي على راسهم الفيتامين ديال البوتاسيوم اللي موجود فيها وفي الليمون وفي البنان البوتاسيوم اللي كيساعدنا على امتصاص البروتيين في الجسم ديالنا او في الميسكل ملي تنقولوا امتصاص جيد للبروتين في الجسم دونك غادي نستافدوا من البروتين اللي تيكون عندنا في لي روبا ديالنا اكثر زائد انها منظف للكبد ونزيدوا الفيتامين سي اللي في الليمون والمغنيسيوم والكارب سريع امتصاص اللي في البنان دونك غادي نكونوا اكتيف في التمرين هنا درنا الباربا في لا سونتريفيجوز مع الليمون اللي ما عندوش سونتريفيجوز ماشي مشكل ديروه في البلاندر ديريكت تكردوها غير ونوصيكم خليوها بالقشور حيت القشور هي اللي كتوفر على بزاف ديال لي فيبر ومزيانين حتى لابو بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعرفوا لي كالوري هنا غيكون عندنا واحد 250 حتى 300 كالوري الوغ كنديروا البنان او شويه ديال الثلج باش يجينا فريش ونخويو لو جو ديالنا اللي هو البيتراف والاورانج اي فوالا كنتمنى انكم تجربوه في اسرع وقت باش تردوا عليا كيف جاكم وباش حسيتوا في التمرين ومن فوق هذا الشيء كامل انه لذيذ ولذيذ بزاف جربوه وردوا عليا.